إنهم يريدون توصيل مجلس وطني آخر، إنهم يريدون توصيل مجلس محافظات، إنهم يريدون أن يقولوا ونحن نسمع. لا وألف لا، لا وألف لا، نحن نقول وأنتم تنفذون وتسمعون. نعم، نحن مصدر السلطات، الشعب هو مصدر السلطات. انتهى عصر أن يقول ونحن نثبت، يجب عليهم أن يستمعوا لنا. الآن تكلم الأخوان وأجادوا، ولا أريد أن أطيل بالكلام، ولكن أوجه رسالة دقيقة واضحة للأمة مصدر السلطات، اللي هم أنتم أيها الشعب الكريم. نحن انتهى وقت الكلام، والآن نحن في وقت الأفعال. إن أردنا الكرامة وأردنا المحافظة على الدستور، انتهى وقت الكلام ونبدأ بالأفعال. ليست الشعوب العربية أخير منا التي انتزعت حقوقها من الأنظمة القمعية. نحن لسنا أقل من الشعوب، نحن لسنا أقل من الشعوب العربية. وحذرنا مرارا وتكرارا من الربيع العربي، ولكن لا حياة لمن تنادي. أصحي يا حكومة، أقرعي الساحة عدل، أقرعي الساحة عدل. الشعب لن يرضى ولن يرضخ أبدا إلى الأطلاق. أيتها الحكومة، أصحي من النوم العميق.